شو أنا مهبول تأهدية هيك خاتم بهيك مبلغ؟ مين جاب سيرة المبلغ؟ وشو عرفك قدي سعر الخاتم طالما عم بتقول إنك مهديتا إيه؟ أنت عم بتقولي ألماز والألماز معناها غالي. إيه بس أنا اتصلت بالجوهرجي بساوث أفريكا. شو خص الجوهرجي؟ لأنه الخاتم نسخة طبق الأصل عن خاتمي. قلت بسأله كيف بيعمل هيك؟ أنا ما برضى غير تكون القطعة بإيدي بياس يونيك، منشان هيك أخذ بوقتها سعر الخاتم هالقد غالي. كرمال تعرفي غلاوتك عندي حياتي. بس الجوهرجي اعترف إنه عامل قطعة تانية بناءً على طلبك أنت. صحيح الحجر رخيص، إنما أنت اللي طلبته. بس السؤال اللي بدي إياك تجاوبني عليه، ليش نفس الخاتم اللي الديزاينات؟ روان حياتي، القصة مش مثل ما أنت. شو ما كانت القصة؟ أنا كرامتي انجرحت قدام بنت قد ولادي لما حطيت الخاتم قدام عيوني. أنت زغرتني وما عملت حساب لا اسمي ولا لاسم عيلتي. روان حياتي، ما عايش اللي بده يزغرك، ما عايش اللي بده يهين كرامتك. كل القصة شو ما كانت القصة؟ على كل حال ما راح تكون لا أول مرة ولا آخر مرة. طيب شو بدك ياني أعمل حتى ترتاحي؟ كيف بدي برهن لك إنه ما في شيء بيني وبينها؟ ما بهمني صدقني. بلا بهمك وزعلاني كمان. شو بدنا نضحك على بعض يعني؟ أنا وياك باقيين مع بعضنا كرمال البرستيج، ولا واحد منا إله جلادة يغير طريقة حياته ولا في وقت حتى. بس الفرق إني أنا حفظت لك على اسمك وعلى كرامتك، وإنت طلعت ما بتستاهل.